باسكي باسكي بالباو الخامس تقريبا الخامس بلدي. نعم نرجع للقاء في خط موجود البرسا يلعب بسرعة وهذا مطلوب. بالدي والهربة تلعب خلف منطقة الجزاء. بالدي 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 يا زلم يا حرام 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 يا بيتيس قدم قدم مباراة بتجنن يا زلمي. يا سرقوا الجول سرقة سرقتوا سرقة يا جول يا زلمي. والله كانت مباراة حلوة يا زلمي وحماسية هشمة بتجنن كانت. حرام رقم متميز جدا جدا لحد الان الضربه ممكنه نفس السيناريو. خلصني يا زلمه خلصني يا زلمه يا اخي. شو بصير معك قدام جول برشلونه يا اخي؟ بصير هيك يا اخي؟ بصير هيك يا اخي؟ ما بعرف في سحر عندكم على الجول في شيء يا اخي؟ شو عم بصير معكم يا اخي؟ كل ما حدا بيوصل على مرمى برشلونه ما بيعرف يجيب جول. هطلت واحد 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 يا زلمه. مستحق ترجع الكره بالراس خطيره والثاني والثاني يا زلمه. اعطيني حظ برشلونه وكبني بنص البحر. الثاني القاتل اللي قلناه الثاني القاتل اللي ريناه الثاني القاتل اللي شوفوه وشفناه 2-0 كره ثابته اروخو يبدلها لهدف تشريفي برافو برافو يا اهبل برافو. يلا منيح منيح. يلا 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 خمس دقايق من النار خمس دقايق من النار. والله يا رب حرام والله حرام. يا الله يا الله يا الله لو ريال بيتيس استغلوا بس فرص اللي جتهم يا زلمه حرام. ديك الفرصة كيف بتضيع يا رجل كيف بتضيع؟ اخ هيك مباراة ممتعة كانت الصراحة. برشلونة استحق الفوز للأسف استحق الفوز. هي شو بده يخسروا هون؟ انت بدهم بده يتعادلوا